صاحب الدكتور ممدوح الضماطي وزير الأثار اصطحب الصحفيين والإعلاميين داخل هرم زوسر بسقارة لينفي ما قيل من شائعات أثيرت حول سقوط أجزاء من الهرم. أضاف الضماطي خلال وجوده داخل الهرم أنه آمن تماما من الداخل ولا يوجد به أي تهدم، وأنه غير آيل للسقوط وإلا وقع على الموجودين به. افتتح اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط أعمال تطوير 4 قرى بالمحافظة ضمن مشروع تنمية 100 قرية الأكثر احتياجا والذي بدأ قبل نحو 3 أعوام. يشمل مشروع التطوير والذي تتجاوز تكلفته 5 ملايين من الجنيهات تشمل صيانة المدارس وإعادة تجهيز وتطوير الوحدات الصحية والبيطرية وبإمدادها بالأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، بالإضافة لتوصيل مياه الشرب لغير القادرين وتقديم مشروعات صغيرة للأسر الأكثر احتياجا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية. نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 4 خلايا إخوانية تورطت في الاعتداء على رجال الشرطة والجيش والممتلكات العامة وإثارة الشغب. ففي دمياط ضبط شخصان وبحوزتهما دائرة تفجير كهربائية ومواد قابلة للاشتعال وفرد خرطوش وطلقات، بينما لدى آخران بالفرار. وفي الإسكندرية ضبط 5 أشخاص كانوا يخططون لإحياء الجناح العسكري لتنظيم الإخوان واستحداث مجموعات عمليات نوعية لاستهداف الشرطة والجيش، وعثر بحوزة المتهمين على بندقيتين من الخرطوش وفرد خرطوش وطلقات وقنبلتين هيكليتين، كما تم ضبط 2 خليتين بالإسماعيلية والدقهلية. أمر مستشار هشام بركات النائب العام بسرعة التصريح بدفن جثث حادث تصادم بني سويف والذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 30 آخرين. كان الطريق الصحراوي الشرقي قد شهد حادث تصادم أتوبيس قادم من الأقصر إلى القاهرة بسيارة نقل، مما أدى إلى انفجار خزان الوقود واحتراق الجزء الخلفي من الأتوبيس، فيما تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى بني سويف. وقرر المحافظ صرف تعويضات تقدر ب5000 جنيه للمتوفى و2000 جنيه للمصاب.